ستشجعينني أليس كذلك؟ حتى النهاية يا رومبا، أنا متأكدة أنك ستفوز، فأقدامك خلقت للقفز. قف على الخط، استعداد، انطلق. هيا أسرع يا رومبا، يمكنك الفوز. وبينما هما في المنحنى، كرز في المقدمة. هيا يا كرز، اقفز يا رومبا، اقفز. الآن رومبا يتقدم. بل كرز، بل رومبا. أسرع يا رومبا. هيا هيا يا رومبا، استمر في القفز. فاز رومبا بخطوة واحدة. مرحبا. روزي، الإفطار جاهز. إنه إفطار خاص لشكرك على مساعدتي في الفوز بالسباق. شكرا يا رومبا. روزي، صوتك إنه ضعيف للغاية. بالفعل يبدو صوتي غريبا يا رومبا. يبدو غريباً جداً، لابد أن نعالجك، فكري سيساعدنا في ذلك. لقد أتعبت نفسك بالتهليل والكلام بالأمس يا روزي، سيعود صوتك قريباً. عليك أن تبقي في المنزل وتتدفئي ولا تتكلمي. لكن لدي الكثير من المهام. فقدت صوتك لأنك كنت تساعدينني، والآن حان دوري لكي أساعدك. سأتحدث بدلاً منك حتى يعود صوتك مجدداً. أساعد بينون في التمرن على لحنه الجديد. أساعد كرز على تركيب أجزاء طائرته، وأساعد لين على تصفيف ريش بلبلة. فلتبقي هنا فقط وترتاحي، وسأقوم بكل شيء تماماً كما كنت تفعلين. أراك لاحقاً يا روزي. مسكينة روزي فقدت صوتها. من حسن حظي أنك ستساعدني. في العادة أنا أعزف اللحن وروزي تستمع وتخبرني رأيها في النهاية. هذا اللحن يحتاج إلى صوت المزمار. أبطئ قليلاً يا رومبا. لم أتصور أن تمرينك على اللحن سيكون ممتعاً هكذا، فلنعزف مجدداً. ربما لاحقاً يا رومبا. هل تظن أنني أستطيع زيارة روزي؟ سأعد لها مشروب العسل، فهو مفيد في مثل حالتها. تأكد من إخبارها أنني ساعدتك في التمرين. تمرين بينون انتهى، علي أن أذهب للقاء كرز. بينون، كيف كان رومبا؟ رومبا كان شديد السرعة في مساعدته لي في اللحن. أحضرت لك مشروب ليمون بالعسل، سأعود كي أعزف لحني لك فيما بعد حين أصلح الأوتار. مرحباً، أيعرف أحدكما علاجاً للحزوقة؟ الوقوف على قدم واحدة والعد حتى 100. شكراً يا بينون. لطيف منك أن تساعد روزي، سيدفئ هذا حلق روزي إلى أن يعود لها صوتها. فكرة رائعة يا لين. حسناً يا رومبا، من أين نبدأ؟ دع هذا الشيء الأزرق فوق تلك القطعة الصفراء. الشيء الأزرق فوق القطعة الصفراء. القطعة الحمراء على القطعة الصفراء. أرجو أن يكون هذا صحيحاً. الحمراء على الصفراء. أشكرك يا رومبا. فلترقدي وترتاحي وسوف تتحسنين يا روزي. سمعت أنك فقدت صوتك يا روزي. من الذي سيساعد لين في تصفيف ريشي إن لم تساعديها؟ لا تقلقي يا بلبلة، رومبا سوف يساعدنا. رومبا؟ لتصفيف ريشي؟ هل أنت متأكدة؟ فكري يقول إن روزي يجب أن ترتاح. لماذا لا نبحث عن بعض صور التصفيفات لتكون لدينا أفكار قبل أن يصل رومبا؟ الجميع يتدبرون أمرهم بدوني. أمتأكد أننا ركبناها بشكل صحيح؟ إذن فلنشغلها. كرز، وها هي تطير. لقد كنت أمسك الرسمة بالمقلوب.
إنها تطير إلى الخلف. طائرتي وقعت. بهذا التركيب الخاطئ لن تطير جيدا. روزي فقدت صوتها، لذا رومبا هو من ساعدني، لكن انظر لقد تحطمت. رومبا يحاول فعل ما في وسعه وهو يبذل أقصى جهده. هل الطائرة بخير يا كرز؟ أجل، مجرد خدش، لابد أن الريح تغير وجهتها. إذن لم تسقط بسبب خطأ مني، يجب أن أساعد في تصفيف ريش بلبلة. الوداع يا كرز. الوداع. من الأفضل أن يعود صوت روزي إليها سريعا. لقد جاءتني فكرة، أراك لاحقا يا فكري. أمستعدة لسماع لحن الجديد؟ مرحبا يا بينون. لا يمكنك أن تمنعني، فأنا بلبلة تذكري أن روزي مريضة الآن. رومبا، لقد عدت، لقد أحسنت مساعدتي للغاية. أعتقد أنه يجب علينا جميعا أن نشكر رومبا. حسنا، أنا أشكره على هذا؟ استخدام بقرات الشعر لم يكن فكرة جيدة. أوه يا روزي، أنت ساعدتيني كثيرا في سباق القفز، وأردت أن أرد لك هذا الجميل. أعتذر لكم جميعا. رومبا، عد إلى هنا. لا يستطيع سماعي. روزي، إلى أين ستذهبين؟ سأبحث عن رومبا. رومبا، هل تعرف أي علاج لإيقاف الحزوقة؟ تقف على قدم واحدة وتعد حتى الماء. لم يفلح هذا. رومبا. ما هذا الصوت؟ روزي، لقد عاد إليك صوتك. أليس هذا رائعاً؟ ما الأمر يا رومبا؟ أعتذر لأنني أخطأت في فعل كل شيء. أنت لم تخطئ فعل أي شيء، قدمت المساعدة للجميع ولكن بطريقتك الخاصة. الحزوقة لقد توقفت. هذا صحيح، لم أصب بالحزوقة منذ أن أفزعتنا روزي. بالطبع، فالصدمة هي أفضل علاج للحزوقة.